أولى محطاتنا الرمضانية مع ضيوفنا رح تكون من عالم الأزياء والموضة وجمعية سورية بدأت عملها ب 2006، جمعية سورية لمصممي الأزياء. رح نتعرف أكثر عليه مع ضيفنا بالاستديو مدير الجمعية ماهر مهاجر طرابزونلي. يسعد صباحك، رمضان كريم وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، رمضان كريم للجميع إن شاء الله. ينعاد عليك بكل الخير يا رب. بالبداية خلينا شوي نتعرف عن الجمعية ونتعرف عن مهام الجمعية اللي بتقدمه لكل حدا يمكن بيحب يدخل بمجال الأزياء. مثل ما ذكرتي، الجمعية تأسست بآخر عام 2006 وابتدأنا نحن إن شاء الله بنشاطاتنا. طبعا هدف الجمعية كان هو بمختصر مفيد صناعة مصمم الأزياء وتطوير المصمم، وكان الهدف هو إيصال هذا المصمم للعالمية. وابتدأنا من هون نشاطات الجمعية. ابتدأنا نصنع أول شيء الناس اللي خلينا نقول حابة تفوت بهذا المجال. بلشنا نقدم لها دورات، وفي ناس عندها مجال، عندها يعني حب لهذا العمل الفني، إنه عملنا نحن بالأساس هو عمل فني. يعني في لذلك بتلاقي فيه متعة. وأنا بالجمعية عنا عم نستقطب جميع الفئات، المثقفة وغير المثقفة والعاملة. حتى بيجينا ناس على مستوى مثلا انه في بعضهم دارسين محاماة، في بعضهم دارس طب، في بعضهم خريجين جامعات كليات مثلا مثل الهندسة، مثل مع ذلك عم يفوتوا هذا الاختصاص بسبب انه عملنا هو بالاساس عمل فني، لذلك في متعة. صح، من هون نحن بلشنا نركز. بيعتمد على الموهبة كمان كثير. اكيد هو بيعتمد على الموهبة اولا، بس مع ذلك في ناس، انا اجاني اثنين ناس عن جد ما عندها الموهبة. طيب وانا استغربت انه لما تخرجوا من عنا القفزة النوعية اللي قفزوها، انا يعني انه كنت حاسس انه حيعذبونا كثير اثناء الدورات والدراسة. لقيت انه طالما انك انت بتحبي هذا الشيء حتأبدعي فيه. اي شيء حبيته بده يحبني، بس انا كرهته حيكرهني حتما. اكيد اكيد. لكن خلينا نحكي عن اهم المعارض اللي عم تعملوها بشكل سنوي. نحن سابقا كنا نشارك بمعارض موتكس اللي كانت قيمة غرف الصناعة، بتوجه لهم بالشكر لهم جميعا. شاركنا بالمعارض معهم، بعد منا لما توقفت المعارض بلشنا ننشئ معارض لخريجينا، فشاركنا مع قناة مسايا هذا بال 2011، وكان من خريجينا في اثنين كانوا من أعضاء الجمعية، يعني مثلوا الجمعية. وحقيقة في واحدة بيناتهم يمكن معروفة اسمها سيدة ناهد منى، قدمت فستان كان جميل جدا ترسم فيه ملامح سوريا بهذا الفستان، فكان بيحكي عن قلعة تدمر بهذيك الأيام. وعملنا معرض ثاني نحن بالشيراتون لخريجينا والأعضاء الجمعية الموجودين معنا. وهلأ من جديد كمان كان في عندنا معرض شاركنا فيه مع كمان. صحيح. معرض مسايا اللي صار بالدمروز. نعم، خلينا هيك شوي نحكي كيف وقت اي حدا بيقدم لعندكم. مثلا في كتير ناس بيعرفوا يرسموا بس يمكن ما بيعرفوا يدخلوا بمجال التصميم او التنفيذ. في كتير عالم بتعرف تنفذ بس ما بتعرف ترسم، وفي كتير عالم يعني عندها شيء بس ما بتعرف تطلعه. هون انتو كيف بتساعدون للشباب والصبايا، او كيف بيتم تصنيفهم، او مين الاشخاص اللي بيختارون، اللجنة اللي بتختارهم لحتى يمكن يخوضوا بدورات صحيحة بتناسبهم؟ نعم والله، يعني عجبتي يعني بيت القصيد. نعم، لأنه حقيقة كنا نحن عم نعاني بهذا الموضوع، وخاصة اللي ما عنده الموهبة بالأساس. هلأ ما في شخص منا ما عنده موهبة. نعم، الموهبة موجودة عندنا كلنا، بس ممكن تكون الموهبة موجودة عند شخص أكثر من آخر. بس نحن تعودنا مثلا بجامعات الفنون أو المعاهد بتدرس الفنون إنه ما يقبلوا الشخص العادي، بيعملوا له امتحان إن كان إمكانياته جيدة بالرسم فعم يقبلوا. أنا لا، بالنسبة لي لا، أنا عندي اعتقاد مختلف إنه حتى هذا الإنسان اللي إمكانياته ضعيفة أنا ممكن أعمل أصنع أنا وياه شيء. فلذلك حتى الإمكانيات ضعيفة أنا عم بلش معهم من نقطة الصفر وعم علمهم أنا الرسم. حلو. حتى وصلهم لأستخرج الموهبة الموجودة بداخلهم. ولذلك أول شيء بخاطبهم بقول له أنا بدي أدخل قلبكم، بدي أدخل روحكم لحتى نحن وأنتم نعمل شيء جديد.
وطالما اني عم يحبوا هي المصلحه مثل ما حكينا بتبلش تظهر عندهم ابداعات. فنحن عم نبلش معهم من الصفر هدول اللي عنده امكانياتهم ضعيفه شوي بالرسم. اما اللي مثلا عنده امكانيات الرسم بس ما عنده امكانيات التصنيع كمان احنا عم نكون مساعدين له بهذا الموضوع. بالنتيجه قد ايه بده وقت لحتى يتقن اي شيء؟ يعني مو اقل من سنه ونص على الاقل. سنه ونص ليعرف يمكن الخطوط العريضه لشيء من تصميم الازياء. طب خلينا نحكي شو هي اهم النقاط اللي لازم يتمتع فيها مصمم الازياء المستقبل اللي عم تشتغلوا عليه. نعم. هلا من اهم الشغلات اللي لازم نحن نصل الها هو التعرف على خطوط الموضه العالميه. وكمان نربطها بازيائنا التراثيه. نعم. لانه كمان ازيائنا التراثيه ازياء جميله جدا. لكن نحن ما عم نعرف يعني مره نحن دخلنا نحن وطلابنا على قصر العظم. مشان نعلمهم كيف يرسموا الزخارف الموجوده على قصر العظم. فنحن تفاجئنا انه في كثير من الزخارف اللي نحن كانوا عم نقلوها الطلاب عندنا هي موجوده على كنزات لشركات عالميه. فهي ماخوذه من عندنا اساسا. نعم. واذا نحن رجعنا شوي لورا بنشوف مثلا ديور شانيل اول ما ظهروا للعالميه كانوا عم ياخذوا التراث الشرقي ويطوروه ويحطوه بصوره معاصره. نعم. لذلك هذا اللي شهرهم بهذيك الفتره. فنحن عم نملك شغلات جميلة جدا بس بدها إحياء من جديد. نعم. يمكن كمان هلا بالحرب يلي عم تمرق فيها سوريا أو يلي عم نعيش تفاصيل كمان وعقوبات بشعة على بلدنا، كمان في نقص صار بالمواد، في نقص، كيف عم نستبدل نحن أو كيف منعلم الطلاب أو يلي حابب يدخل بهذا المجال نستبدل قماشة عن الثانية أو نستفيد من القمايش اللي عنا بشيء يليق بالموضة بخطوط الموضة. والله الشعب السوري شعب عجيب خلاق. نعم. يعني برغم الظروف مثل ما تفضلتي وفي شغلات كثير في نقص بشغلات كثيرة إلا أنه الشعب السوري قادر أنه يصنع شغلات من لا شيء. نحن هذا شفناه وعم نلمسه بشكل يومي أنه كيف عم يصنع أشياء من لا شيء ويحضرها ويوجدها. فأتيحت لنا الفرصة بشكل أكبر لمكن كنا صرنا أو اخترقنا العالم بالصناعات صناعة الألبسة. خلينا نقول خاصة يمكن أنه سوريا مشهورة بالقماش كمان دامسكينو. نعم دامسكينو. نعم هو المشهور يعني. نعم. وأكيد في كثير قصات بتلبق له مثل ما قلت. نعم. وهي بتحيي التراث لأنه هدفكم هو إحياء التراث. صحيح. خلينا نحكي كمان عن هل ممكن بالمستقبل نشوف بسوريا محلات فعلا لمصممين شباب سوريين يكونوا فعلا لهم بصمة وخط للتصميم؟ والله الحمد لله يعني هلا يعني عم نشوف مصممين سوريين بس ما عم نشوف هالدعم هون مثلا يكون له خط خاص باسمه. نعم. هلا المشكلة هو الإعلام بيلعب دور كبير بإيصال هاي الناس هاي. يعني أنا حتى مثلا يكون لي اسم عالميا لازم الإعلام يساعدنا. لذلك نحن بال 2009 كان لي جلسة مع وزير الصناعة بهذاك الأيام وكان في تعاون مشترك مع الاتحاد الأوروبي. فأنا طلبت منه إنه نقدر نعمل معارض بأوروبا تبث من أوروبا. هذا بيخلي إنه الصناعة السورية توصل للعالمية بشكل سريع. لانه اذا انا لحالي بدي شارك بمعرض هنيك هذا شيء مكلف جدا. ما فيني انا اساوي لحالي معرض هنيك. صح. اما بكون مثلا ضمن هذا التعاون فممكن كنا نصنع شيء. وكانت الفكره حلوه وقبلوها الاتحاد الاوروبي وقتها، لكن اجت الظروف اللي مرت فيها البلد ف يعني توقف. نعم. يمكن نحن بنلاقي اهم المصممين العالميين هن سوريين او اهم المواهب يلي بتكون عالميه وناجحه هي سوريه. ليش عندنا دائما ان كان خلينا نحكي بمجال التصميم شوي الاضاءه بتكون خفيفه على ناس مبدعين؟ شو السبب؟ شو هي يمكن المشاكل يلي ما عم تخلي الضوء كثير يتسلط على اللي عنده موهبه بالتصميم او يلي اي انسان ناجح؟ المشكلة هو غالبا عم تكون مشكلة مادية. يعني معقولة المتابعة مثلا انه انتم بتعطوا دورات وهيك؟ نعم. بس في لازم يكون في متابعة ايضا. كمان من جهات احنا بما انه مثل ما قلت لك احنا يعني الجمعية تبعنا تعتبر حديثة الولادة. سابقا ما كان موجود هيك شيء.
أنا حتى مثلاً أي شخص بده يوصل يكون نجم ولامع يحتاج لمادة، يعمل عرض أزياء، يجيب التلفزيون، يجيب المجلات، يجيب الجرائد، فهذا شيء مكلف جداً حيكون. أما إذا وجد هذا الشيء أكيد حيوفر ساحة كبيرة. يعني أنا بشكركم أنكم عم تتيحوا هاي الفرصة حالياً للموهوبات والموهوبين. إحنا أكيد مبسوطين من شباب وصبايا مواهب السورية، يعني إحنا أكيد من واجبنا أنه نسلط عليها الضوء. ويمكن مثل حكايتي أنتم عم تستغربوا لما عم نشوفوا هالمواهب هاي كيف عم يطلع معها شغلات جميلة جداً. بس طبعاً بدها تشجيع أكثر، بدها إتاحة الفرصة إلها أن تنزل مثلاً تطور عملها أكثر. نحن بالجمعية إن شاء الله عم نحاول نساوي هذا الشيء، والمعرض اللي سوينا شهرين تقريباً نعم هذا كان هو لأنه نبرز هالمواهب هاي. طبعاً أكيد في بعض الشغلات ممكن بدها تصليح، شغلات بدها تطوير أكثر، لكن كبداية أنا بعتبره عمل ممتاز جداً، أنه من شخص ما صار له سنة وقدم هيك شيء، فهذا يعتبر شيء جميل جداً. أكيد. لكن خلينا نحكي عن أبرز المخططات القادمة أو المستقبلية والمعارض اللي رح تحضروا لها. هلأ أول شيء بالنسبة للمعارض عم نحاول نركز على معرض أزياء للأطفال. ملابس الأطفال وخصوصاً السورية سابقاً كل مكان كبير في العالم، وتعتبر من الدول تعتبر سوريا من الدول العشر الأوائل في تصنيع وتصدير صناعة الألبسة الأطفال. الذوق السوري والشرقي الموجود بالقطعة عم يكون فعال جداً برا في الغرب، حتى بدول الثانية الدول العربية. لذلك كان في كتير استثمارات للملابس الأطفال. هلا بسبب الوضع الحالي وضع البلد فصار في شوية فقر إما باليد العاملة أو حتى كمان بالمواد الأولية مثل ما تفضلتي حضرتك من شوي. فإحنا منحاول إنه نرجع نبني هاليد العاملة هي من أول وجديد حتى نظل محافظين على هذا الشيء اللي إحنا وصلنا له. وإن شاء الله إحنا حنركز على الأطفال تحديداً لأنه ملابس السيدة كتير عالم عم تشتغل فيها، أما ملابس الأطفال يعني لا اللي عم يشتغلوا بهذا المجال. فإن شاء الله حنركز على هذا الموضوع لنظهر إبداعات المصممين بمجال أزياء الأطفال، ونظهر كمان إبداعات الأطفال نفسهم. يعني مرة منا معرض فكنا نحن منبهرين بالطفل نفسه هو عم بيعرض القطعة أكثر من القطعة نفسها. نعم أكيد. نحن بدنا نتشكر كل الجهود يلي عم تبذل، يمكن من أجل أي شخص، من أجل كمان أحياء الموضة وأحياء اليد العاملة والموهبة السورية أيضا. شكرا كثير لحضرتك وشكرا لجميع أعضاء الجمعية. شكرا لكم، شكر برنامجكم أنه فعلا يعني وصل للقلوب. وبشكركم. شكرا كثير لوجودك معنا مدير الجمعية السورية لمصممي الأزياء ماهر مهاجر طرابزون لي. أهلا وسهلا فيك عن جديد، وشكرا لوجودك معنا. شكرا لكم.